صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها، يقول هل من يقول بأن بعض وجوه التفسير لهذه الآية أن الله تعالى خلق السماوات بعمد لكن لا نرى هذه العمد، هل هذا التفسير صحيح؟ مش أدرى، الله جل وعلا يقول من غير عمد ترونها، وهو مش أدراه فيه عمد، يثبت هذا أي خالق. نعم.